يمكن الرسالة النهاردة مش زي المعتاد. لو أنت منتظر رسالة نبوية أو كده، يمكن النهاردة جوايا أكتر عبادة و مش بس عبادة، خليني أقول التعبير عبادة ملوكية. فبعد دقايق من الكلمة كده هيطلع الفريق مرة تاني وحنعبد ونسجد للملك. أنا أحد المعاني اللي جوايا النهاردة هو أسجد وأعبد وأسمع للملك. كده ممكن كده خلصنا المشاركة. أسجد، أعبد، أسمع للملك. زي ما يكون دي مفاتيح في، خليني أقرأ لك آيات. طيب في رومية 11، رومية 11 جوايا ثلاث حاجات صغيرة ومشاركات صغيرة، وإن كانوا ثلاث مشاركات صغيرة لكن أؤمن أنهم يبقوا صغيرين، وأؤمن أن احنا نعبد عبادة ملوكية بعد هذه المشاركة. الهدف المشاركة دي ما هيش مشاركة نبوية، ما هيش مشاركة، هي مشاركة كده لمجرد كده من القلب للقلب في اجتماع في برنامج أحد قنوات الفضائية اسمه من القلب للقلب. أختنا إيفات، سلامي أختنا إيفات. رومية 11 أرى لك آيات من أول 33 في الآخر. يا لعمق غنى الله حكمته وعلمه، يا لعمق غنى الله حكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص، طرقه عن الاستقصاء. لو ربنا بتاعك بيخش جوه دماغك حجمه على قد دماغك، ففي الأغلب ده مش ربنا. لو ربنا بتاعك حجمه على قد البوكس بتاع أفكارك، ففي الأغلب ده مش ربنا. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص، طرقه عن الاستقصاء. من عرف فكر الرب؟ من صار له مشيرا؟ لذيذ الرسول بولس يجنن. كمل، أنا بحكي معاكم النهاردة، زي قلت لك النهاردة مشاركة مش نبوية. الرسول اللي قال في رسالة كورنثوس أما نحن فلنا فكر المسيح، بيقول من عرف فكر الرب؟ دي حاجة تخليك كده تعمل كده تقوم إيه، تمصمص شفايفك. الرسول اللي قال أما نحن فلنا فكر المسيح بيقول لك من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا. طبعا المعنى موجود. بصوا، كل تناقضات الكتاب المقدس الظاهرية هي محلولة في الروح. أول ما تخش في الروح على حسب ذهنك، على فهمك لا تعتمد. أول ما تحاول تزبطها بدماغك تجد نفسك مش عارف تفهم ولا حاجة. أول ما تخش في الروح، أول ما تتواجد قدام العرش، تجد إن مفيش ولا تناقض، لأن في الروح الاتساع، حكمة الرب المتنوعة، حكمة الرب المتنوعة بتتناغم في إنسان الروح، بتتناغم في الروح، فما فيش تناقض. بس مرة تاني وهو بيقول هنا ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. عشان كده من عرف فكر الرب، لأنه أعمق جدا من دماغك. من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا، من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه، الآية المشهورة، منه وبه وله إيه؟ أخويا اللي ورا، منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد، آمين. خلي أقرأ لك الآية دي مرة تانية، حلوة جدا. يا لعمق غنى الله حكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص، طرقه عن الاستقصاء. من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا، من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء. عشان كده جوايا سجود النهاردة، لأن القصة مش بحسب أفكارنا، على فهمك لا تعتمد.
على حكمتك. رب يقول لك جهل حكمة الحكماء، يعني جهالة الله أحكم من حكمة الحكماء، يعني أقل حاجة في أفكار الله أعلى بكتير جدا من أعلى أفكار وردود من حكماء. ال 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 القصة إنه مش شطارة إن يبقى عندك إجابات لكل الأسئلة، الشطارة في هذا الزمن إنك بتسجد بتعبد وبتسمع صوت الملك. مش شطارة إنك فاهم كل حاجة في دماغك، بالعكس ده جهالة الله أحكم، طرق الله أعلى من طرقنا، أفكاره أعلى من أفكارنا، كما تعلو السماء على الأرض من عرف فكر الرب. كتير الناس بتصور كتير، بعض الأحيان الخدام بتصوروا أنه لازم يكون عندهم إجابة لكل سؤال. أنا بضحك، يعني بضحك علينا. القصة كلها أن في حتة في الرب ما أبعد أحكامه عن الفحص، ما فيش كلمة. لو في أحد الطوائف يقول لك كلمة منفعة، كلمة منفعة، أسجد أعبد اسمع صوت الملك، أسجد أعبد اسمع صوت الملك. أحبائي مش بالقصة أن في الروح نص الأسئلة اللي في دماغنا بتدوب أمام العرش، نص عايز أقول هو أكتر من نص، بس خلينا يعني نص الأسئلة والحيرة والصراع والفكر والآراء والمدارس والكده ولا كده يمين ولا شمال، نص أكتر من نصها بيدوب تماماً في نار الحضور الإلهي. داود وإن كان يعني في جانب آخر، داود قال كان جوايا حيرة، كان جوايا أسئلة، كان جوايا لخبطة حتى دخلت مقادس الرب. أول ما بتخش مقادس الرب فجأة المشهد بتغير، فجأة الأولويات بتتغير، فجأة التعارضات أو التناقضات الداخلية بتتحسم. هو إحنا لينا فكر المسيح ولا ملاش فكر المسيح؟ بولس في كورنثوس يقول أما نحن فلنا فكر المسيح، بولس في رومية 11 من عارف فكر الرب؟ هو دي ولا دي؟ هو دي ولا دي؟ هو ده ولا ده؟ والقصة كلها في إنسان الروح مفيش تعثر. أخويا شادي كان من يومين ثلاثة بيقول الجملة دي، يعني في الجسد في الذهن في الأفكار في الدماغ ممكن تتعثر في أفكارك، لكن في إنسان الروح عمرك ما بتتعثر، لأن إنسان الروح بيتملي بحكمة رب المتنوعة، حكمة الرب النازلة من فوق مسالمة مذعنة مترفقة مليانة السلام مليانة بر، حكمة العالم مليانة تشويش مليانة انزعاج. وتجد حد بيقول حاجة فقدامه يقول له طب ونعمل ايه دلوقتي؟ طب منصلي ازاي دلوقتي؟ ليه؟ لأنه حكمة الأرض تؤدي إلى تشويش وكل أمر رديء. من عرف فكر الرب؟ من صار له ما أبعد أحكامه عن الفحص؟ تعالى نروح مع بعض لأشهر شخصية بيحبوها بعض إخواتي. يعني ماهيش أشهر شخصية ولا حاجة، أنا أيوب. تعرفوا أيوب؟ جميل أيوب. ناس بتحب أيوب، أنا بحب أيوب برضو، بس بحب في أيوب إصحاح 42. يعني أيوب في 42 إصحاح، أنا بحب في أيوب إصحاح 42، فأنا بحب أيوب برضو. بس بالمناسبة ولا اللي بيسمعني ولا أنا من تلاميذ أيوب، إحنا من تلاميذ يسوع. ويسوع قال لك عايز تعرف الآب بص لي، عايز تعرف الآب انظر لي، من رآني قد رأى الآب. وحكينا عن هذا التعبير متهيأ لي مش عارف إمتى، لكن حكينا عن هذا التعبير لأنه يسوع قال كده أو يوحنا في يوحنا واحد قال كده الله لم يره أحد قط، برغم أن موسى شافه. حكينا في الأغلب عن هذا الأمر، إنه يسوع هو إعلان الإبن، الإبن الذي في حضن الآب، سوري يسوع هو إعلان الآب. عايز ترى الآب شوف يسوع، أنت تلميذ ليسوع، أنت مخلوق على صورة الله كشبهه كمثاله، أنت مش مخلوق على صورة أيوب. فده أول نقطة بس جانبية. يعني أنا بحب أيوب 42، تعال أرى لك حبة حتت منه. أجاب أيوب الرب قائلا، شوف خلي ده كلام أيوب، قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر، فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ لكني قد نطقت بما لم أفهم.
خلي بالك ما يا العمق غنى الرب ما ما يعني ما اكثر طرقه عن الفحص او الاستقصاء. خليني اذكرك انا الايه عايز اقولها بالضبط، يا العمق غنى الله ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. ده اللي ايوب بيقوله ببساطه، من ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ لكني قد نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها. أنا كنت بقول كلام بجهل. خلي بالك معظم الناس اللي بتقتبس من أيوب، بتقتبس من أيوب والثلاث أصدقاء. خلي بالك الكلام اللي قالوا الثلاث أصدقاء كان صح، كان روحيا صح، بتطلع منه عظات. يعني الكلام اللي قاله الثلاث أصدقاء على مستوى روحي الناس بتوعظ منه. خليني أكمل معاك، قد نطقت بما لا أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها، أسمع الآن وأنا أتكلم. لايف ستايل أيوب اتغير، أسألك فتعلمني. خلي بالك أيوب تاب، أيوب ما كانش، أيوب تاب. أيوب إيه خطيته؟ كان بار في عيني نفسه. ارجع اقرأ سفر أيوب، كان بار في عيني نفسه. قد نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها، أسمع الآن وأنا أتكلم. إيه كلمة النهاردة؟ أسجد أعبد وإسمع للملك. أسمع الآن وأنا أتكلم، أسألك فتعلمني. بسمع الأذن قد سمعت عنك، الآن رأتك عيني، ذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام، أن الرب قال لأليفاز التيماني، ده واحد من الثلاثة اللي قالوا كلام كويس. كلمة أليفاز يعني الرب بار. خلي بالك الثلاثة كل واحد منهم كان بيحمل رسالة، الرسائل دي في حد ذاتها مش غلط لاهوتياً، فمش شطارة إن يبقى عندك لاهوت مظبوط، الشطارة إنك تسجد تعبد وتسمع. دي كلمة المنفعة، مش شطارة إن عندك لاهوت مظبوط. التلاتة كان عندهم لاهوت. أليفاز التيماني الرب قال له كده، قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. يعني بعد ما الأمر، لما أيوب تاب أنت كده بتقول الصواب، أن الرب أعلى من كل حكمتها، من حكمتنا. التلاتة فضلوا بيقولوا إحنا فاهمين. ما خدتوش بالكم، أقولها مرة تاني، أيوب قال الصواب من جهة الرب، مش لما كان في الإصحاحات السابقة، لأنه إصحاحات السابقة أيوب كان عمال بيلخبط، أنا أبر من الله، أيوب قال كده أنا أبر من الله، ده مش صواب. إيه الصواب اللي قاله أيوب؟ إنه قال أنا نطقت بما لم أفهم، أتوب وأندم في التراب، أسمع وأنا بتكلم، ده الصواب اللي قاله أيوب. فلما تاب أيوب أم الرب راح لأليفاز قال له احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب، ما زلتم متصورينكم حكماء. خليني أكمل معاك، خذوا لأنفسكم 7 ثيران و7 كباش واذهبوا إلى عبدي أيوب واصعدوا محرقة لأجل أنفسكم، عبدي أيوب يصلي من أجلكم، لأني أرفع وجهه لألا أصنع معكم حسب حماقتكم، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. إيه الصواب اللي قاله عبدي أيوب؟ قال له أنت أعلى من كل أفكاري، أنت أعلى من كل، أنا ما ينفعش أحطك في دي، فأنا بسجد أسمع وأنا أتكلم، أنحني في التراب، قد نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها، أسألك فتعلمني. بسمع الأذن سمعت، الآن رأتك عيني، فأنا بسجد بعبد وبسمع للملك. بنحني ما بحطش مش هقول الجملة. رد الرب سبي أيوب لما صلى لأجل أصحابه، وزاد الرب على كل ما كان لأيوب ضعفا. بارك الرب أخرة أيوب أكثر من أولاه. بقولك أنا بحب صحة 42 مش عشان الجزء الأولاني، الأخراني بس، أنه بارك الرب أيوب ورد الرب أيوب وجاب له أولاد أكثر وأضعاف. نو، أنا ببص على الحتة دي، لأنه لما الرب تعرفين
تعالوا نفتح مع بعض بس حتة في أيوب كده. أنتوا عارفين إنه إن أليفاز التيماني، الثلاثة كان اسمهم كده، أليفاز التيماني عدد 11، أيوب 2 11، لما سمع أصحاب أيوب الثلاثة بكل الشر الذي أتى عليه جاءوا كل واحد من مكانه. أليفاز التيماني، بلدد الشوحي، صوفر النعماني، وتواعدوا أن يأتي أن يأتوا ليرثوا له ويعزوا. الثلاثة قالوا كلام عن الرب، الثلاثة قالوا كلام عن بر الرب، عن قداسة الرب، عن قضاء الرب. الثلاثة قالوا كلام لاهوتيا بيطلع منه كلام وبتطلع منه عظات، وياما ناس وعظت من كلام الثلاث أصدقاء أليفاز وبلدد وسوفر. القصة مش إن كلامهم كان صح ولا لأ، القصة إن كلامهم ما كانش كلام الرب لأيوب. القصة إن مش عندك معلومات لاهوتية معنى كده إن الرب دخل جوه دماغك. دائما الرب ما أبعد طرقه عن الفحص، عن الاستقصاء، دائما الرب. يا لعمق غنى حكمة الرب، من عرف فكر الرب، من اداله أفكار، مين اللي قال هو ربنا بيعمل كده وما بيعملش كده، مين قال في حاجة. القصة كلها أسجد أعبد وإسمع لصوت الملك. حد عمركم فكر في مرة تأملنا، ما أعرفش سمعت سلسلة أيوب ولا لأ، بس كلمة أليفاز التيماني يعني رب البار، كلمة صوفر النعماني يعني زوال النعمة. فصوفر النعماني كل كلامه بسبب الخطية مفيش نعمة. كلمة بلدد الشوحي هو تشويش الشكاية، لأنك بعيد. كانوا ده الكلام اللي كانوا بيقولوا لأيوب، لأنك بعدت عن الرب في شكاية عليك وفي تشويش، عشان كده تستاهل اللي بيحصل لك. فكل الكلام منظره روحيا صح، رب بار فبيقضي عليك، في شكاية عليك ففي تشويش، أنت غبت عن النعمة. كلام منظره صح، لكن مش قلب الرب، مش فكر الرب. لما ظهر واحد، ما عرفش انتوا عارفينه، الشخص الرابع اللي ظهر ده، في واحد جميل قوي في أيوب 32، كف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب. دول الثلاثة المتعبين، دول الثلاثة اللي راح الرب ليهم في الآخر وقال لهم انتوا قلتوا عني كلام غلط، برغم ان الكلام اللي قالوه صح. هو الرب بار ولا مش بار؟ بار. لو هو الرب بيقضي على الخطية ولا لا؟ بيقضي على الخطية. كل كلام اللي قالوه منظره لاهوتيا كحكمة صح، بس دي مش حكمة الرب، لأن الرحمة تفتخر على الحكم. كف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب لكونه بار في عيني نفسه. ده الدليل أهو في كذا آية يقول لك إن أيوب كان بار في عيني نفسه. فحمى غضب واحد غريب جدا، ده الرابع اللي مش مذكور بعد كده إن الرب وبخه، بالعكس هو ده الوحيد اللي لم يوبخ من الرب. أليهو يعني الرب إلهي، أليهو ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام. الاسم يجنن باي ذا ويل بالمناسبة لو فهمته بالعبري، لأن أليهو رب إلهي، لأن أنا طول الوقت بحمده لأنه إله يبارك كل حاجة فيا. ده معنى الكلمة، ترتيب الكلمة. أليهو ابن برخائيل البوزي، البوزي مش معناه يكون بيعبد بوزة، دي عشيرة اسمها البوزي. من فمرة حد قال لي ده يعني بيعبد بوزة. أليهو ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام. ارجع بص الكلمات العبر دي معناها ايه وتستمتع. هذا الشخص اللي موجود في أجواء اسمها حمد، فبيختبر بركات لأن الرب هو إلهه. الاسم ملغم، بس هذا الشخص الرابع لأنه موجود في أجواء من الحمد، فبيستقبل جود الرب، فبيعلن أن الرب إلهي. هذا شخص قال كلام الرب وواجه أيوب، لأنه كان تقرأ كده في أيوب 35، أجاب أليه وقال لأيوب أتحسب هذا حقا؟ قلت أنا أبر من الله. بعد ما أليه تكلم، الرب عارف يتكلم في أجواء الثلاث أصدقاء
ما كانش في كلمة من رب، ما كانش في صوت إلهي، أجواء النعمة مش موجودة عشان صوت الرب يخترق الأجواء. لما يبقى في خليني أقول، عايز أقول كلمة مظبوطة، لما بتكون في حكمة أو فلسفة مسيحية بدون زيت نازل من فوق، رب ما بيعرفش يتكلم. الثلاث أصدقاء دول كانوا مليانين فلسفة مسيحية، منظرها صح، رب بار ولا مش بار، رب بار، رب يقضي على الشر ولا بيقضيش على الشر، بيقضي على الشر، رب بي 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 الشكاية بتفتح أجواء إبليس، مظبوط الكلام. بس الفلسفة المسيحية دي ما كانتش فتح الأجواء عشان رب يتكلم. لما أليه تكلم رب عارف يتكلم. في بعض أحيان لما أجواء الناموسية، أجواء الأفكار البشرية حتى عن الرب بتقفل النعمة لاستقبال المعجزة، أجواء النعمة، أجواء العهد، أجواء الرحمة، أجواء الغفران، رب يعرف يشتغل فيها ويصنع معجزاته. لو في شكاية على حياتك ببساطة تعالى تحت الدم واستقبل غفران واستقبل نعمة، هذه الأجواء بتفتح ذراع الرب أنها تلمسك وتشفيك. لو محتاج معجزة في حياتك، أجواء الغفران، أجواء النعمة هي اللي بتحصل فيها المعجزة. أليهو لما ابتدى يتكلم الرب عارف يتكلم. في أيوب 38 أجاب الرب أيوب من العاصفة. لذيذ الرب. أجاب الرب أيوب. عمركم قريتوا إجابة الرب لأيوب؟ أيوب كان عنده أسئلة، ليه ده بيحصل؟ ليه ده بيحصل؟ أنا ماشي وراك، وبلغة النهاردة بحضر كل اجتماعات، بصلي كل الصلوات، فاهم كل، حضرت آخر مدرسة عملوها مش عارف فين، وسمعت وقريت كتب تعليمه، وجوايا أفكار، وأصحابي أليفاز التيماني اللي فاهم كل حاجة، اللي اسمه رب بار، ده صاحبي، ده احنا بنصلي مع بعض، دول أصدقاء أيوب. أجاب الرب أيوب من العاصفة. عمرك قريت جواب أيوب الرب الأيوب؟ ما جاوبش على ولا سؤال، لأن الرب ما بيخشش في السلطانية دي. الرب مش على يا العمق غنى الرب وحكمته، طرقه عن الاستقصاء كما تعلو السماء عن الأرض، تعلو طرقه عن طرقك. شوف الإجابة إيه، عدد ثلاثة، بحب أول آية دي، أجدد الآن حقويك كرجل، يعني وقفلي كده كبني كراجل، يعني فإني أسألك فتعلمني، يعني دي إجابة الرب الأيوب، وقفلي كده كراجل، أنا عايز أسألك كم سؤال. ده الرب، ده إجابة الرب الأيوب. أين كنت حين أسست الأرض؟ يعني أنت كنت فين وأنا بأسس الأرض؟ عايزني أنا أخش في دماغك؟ أين كنت حين أسست الأرض؟ اخبر إن كان عندك فهم من وضع قياسها، مين حط قياس الأرض؟ لأنك تعلم، واضح إنك فاكر إنك فاهم. ده إجابة الرب الأيوب. الرب لما جاوب على أيوب أخذوا الحتة عالية جدا، أخذوا من انحساره في دماغه وأخذوا الحتة عالية، قال له حبيبي أنا أكبر من أفكارك. وانتهت إجابة الرب الأيوب إن أيوب قال له أنا أسجد، أنا أسمع وأنا بتكلم لصوت الملك، أنا بسجد، أنا بعبد، أنا بسمع لصوت الملك. وهو دي كلمة المنفعة النهاردة، من فضلك، من فضلك. أفكار كتيرة، فلسفة مسيحية متوفرة بتعليم منظره كله حلو خالص، بس في حاجة في النهاية إنك بتسجد قدام الملك، بتعبد الملك، وتسمع وإنت بتتكلم لصوت الملك. ليه؟ لأنه الحكمة اللي نازلة من فوق ما هياش مجرد تعليم، أو ما هيش مجرد هو تعليم، بس ما هيش فلسفة مسيحية. احذر الفلسفة المسيحية في هذا الزمان، احذر الفلسفة المسيحية، لأنه ثلاث أصدقاء لأيوب كانوا مليانين كلام منظره صح بس فلسفة. مزمور 117، مزمور 117، أنا قلت لك النهاردة مش كلمة نبوية. مزمور 117 من المزامير الطويلة قوي، عبارة عن آيتين، آيتين، مفيش مزمور، في مزمور آية واحدة،
المزمور ده آيتين، سبحوا الرب يا كل الأمم، احمدوه يا كل الشعوب، رحمته قد قويت علينا وأمانة الرب إلى الدهر. هللويا. مزمور عبارة عن آيتين. دي المشاركة نمرة اتنين. يوحنا 8 قال لنا عن إبليس إن اسمه الكذاب وأبو الكذاب. بكتشف إن بعض إخوات ليا بينسوا إن إبليس اسمه الكذاب، فبيصدقوا التخويف، بيصدقوا الوحدة، بيصدقوا كل حاجات بيرميها على مشاعرهم، بيفتحوا قلبهم في مثل الزارع، زي ما يكون الطريق يقول لك جاء الزارع ورمى بذار وقعت على الطريق فبتخطفها الطيور، فبيفتحوا قلبهم لأي حاجة معدية. فإبليس يعرف يرمي، مش الرب يرمي جواهم يقبلوه في قلب صالح ويطلع بقى ثمر 30 و60 و100، لا دول فاتحين قلبهم ان إبليس اللي يزرع، وإبليس كذاب وأبو الكذاب، فيقوم هو اللي يزرع كذبه، هو اللي يزرع خوفه ويحتضنوا هذا الخوف ويعيشوا بيه. اسمه كذاب، كأني بنظر للكاميرا علشان أبص لحضرتك والحضرتك وقولك اسمه كذاب. أنت عارف أنه الخوف اللي بيجي لك ده كذب، مش أنه مفيش حاجة تخاف منها، بس الكذاب بيأتي على الفكرة ويكبرها ويعظمها ويقولك ربنا مش شاعر، أنت صليت وما حصلش نتيجة. اسمه كذاب وأبو الكذاب. ولما تقرأ في يوحنا 8 تجد أنه الكذاب ده اسمه لأنه كذاب، هو قتال، فالكذبة بتقتلك، الكذبة والكذبة بتطلق خوف، والخوف لو صدقته وتصدقت الكذبة بتقتلك. في المقابل في حاجة اسمها مزمور 117، اسمها إيه؟ اسمها أمانة الرب ورحمته. أمانة الرب وجوده ورحمته إلى ظهر الدهور. في أمانة للرب، رب أمين عليك، رب أمين على أيامك، أمين على بيتك، أمين على أجواءك، أمين على صحتك. وأمانة الرب هي كلمة أنت محتاج تعلنها كعلم بترفعه على بيتك وعلى حياتك في هذه الأزمنة، ضد الكذاب، ضد أبو الكذب، ضد الكذاب اللي بيؤدي إلى قتال لأنه بيملك خوف مع الأزمة. بصوا، في بخ كذب، في حد عمال بيبخ كذب، واوعى تخلي قلبك يتفتح كالطريق وتستقبل كذب ورا كذب ورا كذب، والكذب يؤدي الى خوف، والكذب والخوف يؤدي الى موت. اسمه كذاب. انا بفضح كل فكرة سلبية، كل فكرة ان الرب بعيد، كل فكرة صلينا وما حصلش حاجة، شفت ما ازاي كذب ده، فلان جراله، ده فلانة جرالها. أحبائي اعلن عهد الرب. طب ليه جراله؟ ما ارجع للجزء الأولاني العشر دقائق اللي فاتوا، ما أكثر طرقه عن الاستقصاء، أرجع أراها مظبوط عشان أنا بتقع مني في العربي وأنا بتكلم مرة تاني، هقراها لك. روميا 11، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. يعني طب ليه ده حصل؟ الإجابة هي ما أبعد أحكامه عن الفحص. ايه اجابه الرب الايوب؟ انت كنت فين وانا بخلق العالم؟ فايه اجابه ايوب للرب بعد ما جاوبه السؤال ده؟ قال له انا بنحني في التراب، انا بأتوب عن كل كلمه، انا تكلمت بلا فهم، انا حسمع في الزمن اللي جاي، مش هتكلم على الفاضي، انا حسمع، انا هاسجد للملك، انا هاعبد الملك، انا هاسمع. ايه اجابه الرب الايوب؟ انت كنت فين وانا بخلق الارض؟ ما ابعد احكامه عن فحص طرقه على الاستقصاء. ممكن اجاوب، ممكن اديك اجابات للصبح، ممكن فلان يديك اجابات للصبح، ممكن علان يديك اجابات للصبح، ممكن النت يديك اجابات على كل اسئلتك، ليه فلان جراله؟ بس عايز اقولك مش هيخش الرب هنا. اسجد، اعبد، اسمع صوت الرب. الكذاب بيرمي خوف، والكذب والخوف بيؤدي إلى موت. فمن فضلك اعلن أمانة الرب. أرجع لمزمور 117، رحمته قويت علينا أمانة الرب إلى الدهر. المشاركة نمرة 2 صغيرة جداً،
هي إيه المشاركة نمرة اثنين؟ ارفع راية على أرضك اسمها جود أمانة ورحمة، وغطي بيها، طلع صوت، طلع صوت في بيتك، طلع صوت في أجوائك، طلعي صوت في أمانة الرب. أنا بالذات كلمة أمانة الرب، رب أمين. اعمل دراسة في كتاب مقدس وانت قاعد بالليل النهاردة بعد الساعة 8 عن كلمة أمانة وأمين، واعلنها على بيتك. رب أمين، مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين. أمين يعني إيه؟ مهما كانت المواعيد هو يقول لك نعم أنا وعدت. طب هتعمل كده يا رب؟ يقول لك آمين. هو النعم والآمين، ده أحد أسماء الرب، الآمين. يعني هو أمانته إلى الدهر. محتاج تعلن كده قدام الكذب، لأن في بخة كذب، في بخة كذب عن مستقبلك، في بخة كذب عن ملكوت الرب وعن قوة الرب وعن حضور الرب وعن تواجده معاك في الحياة اليومية. في بخة كذب. الكذاب ما تستقبلش بذاره في قلبك وتخليها تطلع شوك 30 و60 و100. افضح الكذاب، ده اللي أنا بعمله معاك دلوقتي، وأعلن أمانة الرب وجود الرب ومراحم الرب على حياتك. الرسالة الثالثة والأخيرة عشان نختم، إنجيل متى صح 3، وهي الرسالة اللي جوايا. يعني متى 3، بصوا هقول لكم معنى صغير. الرسالة الأولى والثانية دول حاجات كده. قبل ما يسوع يخدم في الأرض انسكب الروح القدس عليه في معمودية الأردن. قبل ما التلاميذ تخدم في الأرض انسكب الروح القدس عليهم في أعمال 2. قبل ما الكنيسة الأخيرة هتخدم الأزمنة الأخيرة هينسكب عليها الروح القدس عشان تخدم الأزمنة الأخيرة. تقول لي دي حصلتش، أقول لك هي جاية. قبل ما يسوع يخدم اليهود، لأنه قال أنا جيت لخراف إسرائيل الضالة، انسكب عليه الروح القدس وخدم في الأرض. قبل ما التلاميذ تخدم إلى أقصى الأرض انسكب عليها الروح القدس في أعمال 2. قبل ما الكنيسة في الأزمنة الأخيرة تخدم الأزمنة الأخيرة وتطلع حصاد الأزمنة الأخيرة قبل المجيء الثاني، في سكيب خاص على الكنيسة في الأزمنة دي. معمودية أردن في متى 3، معمودية كنيسة في أعمال 2، معمودية أزمنة أخيرة في الأزمنة اللي احنا عايشين فيها. دي أخبار مشجعة. أحد لي نفس؟ أخويا اللي ورا الكاميرا ملوش نفس، كده ابتسم، يبقى كده لي نفس. كانش لي نفس أول اجتماع بس بقى لي نفس دلوقتي. قبل ما يسوع يخدم الشعب العهد القديم اتملى بالروح القدس في متى 3، قبل ما الكنيسة تخدم العالم اتملت بالروح القدس في أعمال 2، قبل ما الكنيسة تخدم الحصاد الأخير أؤمن بسكيب خاص من الروح القدس علينا من أجل خدمة الأزمنة الأخيرة. فتعال معايا بص على متى 3، علشان متى 3 ده شاهد أنا بحبه جدا ونختم به. متى 3:13، حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه. يوحنا منعه قائلا أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. أجاب يسوع قال له اسمح الآن، هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. ده أول عندي بعدين في القصة دي ونصلي. أول بعد، الرب يريد أن يملأ الكنيسة في هذا الزمن تواضع لتتميم كل بر. ح
حتى لو على حساب الأنا، حتى لو على حساب شكلك، حتى لو على حساب خليني أرجع للنقطة اللي كنت بقولها. في حاجة جميلة قوي لما الناس تيجي تسألني أسئلة وأجاوب عليها، شكلي بيبقى حلو قوي. بس في حاجة مختلفة خالص، إن لو الناس جت تسألني أسئلة قلتهم تعالوا نصلي، أنا ما عنديش الإجابة، تعال أنا وإنت رب عايز يقولك إنت الإجابة. ده مثل بسيط أو مثل. مين قال إن لازم يكون عندنا إجابة لكل سؤال؟ مين قال؟ مين قال إن لازم ندخل ربنا في فلسفة دماغنا؟ مين قال؟ في حتة طرقه أعلى من استقصائنا، من عرف فكر الرب؟ مين قال إن الرب ممكن يخش هنا؟ على فهمك لا تعتمد. في سجود، في عبادة، في استماع لصوت الملك. لأنه النهاردة القصة شكلي أنا عارف الإجابة ولا مش عارف الإجابة. يسوع قال له بص، مين يعمد مين؟ يوحنا قال له ده أنت اللي تعمدني مش أنا اللي عمدك. قال له اسمح الآن لي، ينبغي أنه كمل كل بر. تقول لي انت طلعت المعنى بره الموضوع، اقول لك انا باخد معنى يسوع اللي بيتمم البر هو في الجسد، يسوع اللي حريص انه هو في الجسد يعبر في هذه المعموديه ببر عملي، بتواضع عملي، بسجود عملي، لو جاز التعبير انا بستعمل ده لينا احنا في المسيح يسوع. حط نفسك في يسوع اللي في المشهد ده اللي بيتمم، ينبغي أن نتمم كل بر، فمش مهم شكلي. حط نفسك في الحتة اللي فيها استخبى في حضور ربنا، استخبى في المكان اللي فيه مفيش أنا، مفيش كبرية، مفيش شك، مفيش خوف، في سجود. يسوع أم دخل هذه المعمودية كلكم لما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، يعني يسوع نزل في المية. ده تواضع، ده تتميم البر، ده إنك تتغطس في الحضور الإلهي، إنك تتغطس. أنا باخد القصة دي علينا لأن يسوع اتعمد قبل ما يخدم شعب العهد القديم، الكنيسة اتعمدت اتغطست في النار قبل ما تخدم العالم في أعمال 2، وإحنا يجب إن احنا نتعمد من أجل حصاد الأزمنة الأخيرة. أحد المفاتيح إن احنا بنتعمد، بنغطس في حضور، بنغطس في سجود، بنغطس في سماع للصوت، بنغطس بتواضع، بنغطس مفيش أنا، مفيش حد راسه طلع من المية، لأن معمودية يعني الكل من راس الرجلية متغطسة. الرب الكبرياء بيراه من بعيد لأن راسهم فوق المية، أما المتواضعين فبيغطسهم. ده زمن تغطيس لحياتنا بسجود بيحصل، لأنه إحنا بن وصلنا لنهاية مرحلة. أنا اللي أتكلم صورة نبوية، أوكي أتكلم صورة نبوية. إحنا وصلنا لنهاية مرحلة في هذه السنة، ودخلين على مرحلة فيها استعلان مجد أبناء الله في وسط الأحداث. مش معنى كده، في وسط الأحداث في استعلان مجد أبناء الله، في أولاد الله ظاهرون، في إنسان الروح بتاعك حيلمع لبرة، الكلام اللي كنا بنتنبأه حيبتدي يبقى حاصل. أنت عارفين كنت بسمع إيه امبارح بالليل؟ كنت بسمع مشاركة رأس السنة في 2015، وتكلمنا عن 5 سنين، وان في 2020 العالم شكله مختلف تماما. كنت بسمع مشاركة رأس السنة 2015، احنا جينا لأزمنة تحقيق وعود كتيرة وكلمات كتيرة رب أعدنا ليها لأزمنة اللي جاية. جينا للحافة بتاعت معمودية، لاجم كلنا مفيش رأس فينا تبقى طلعة، أفكار فينا طلعة فوق المية، كبرية أو أنا أو حقي أو أنا فاهم فوق المية. يسوع تمم كل بر، قالوا اسمح الآن. مين يعمد التاني، يوحنا ولا يسوع؟ قالوا اسمح الآن، ينبغي أن تمم كل بر. لما صعد من الماء، لأنه نزل تماما في المية، نزل تماما في المية، ده يعني سجد، يعني انحنى،
يعني المية غطته تماما. لما صعد من الماء إذا السماوات قد انفتحت، في حاجة بتتفتح في الزمن ده قدام كل السجود عبادة وسماع لصوت الملك. الثلاث الجملة دي عمال بكررها، سجود عبادة وسماع لصوت الملك. إذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة آتيا عليه، صوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سرت. بحب المشهد ده جدا، لفترة طويلة كنت حاطط هذا المشهد عندي في البيت في الأوضة في المكتب. للثالوث يسوع اللي خارج من المية، الابن، الآب، صوت نازل هذا هو ابني، الروح القدس بيملى المشهد ويستقر على رأس يسوع. هذا المشهد هو مشهد الكنيسة في الزمن الجاي. هذا المشهد احنا معرفين في الابن، والسماء مفتوحة وصوت الآب بيلغي كل شكاية، انت ابني انت بنتي في المسيح يسوع، وروح القدس بينسكب. هذه هي معمودية الأردن، هو ده المشهد بتاع كل واحد واحدة فينا. بنخرج من المية، بنخرج من حالة التواضع دي، من حالة السجود دي، والآب يقول انت ابني، استعلان مجد أولاد الله، أنت ابني. والصوت اللي خارج من السماء، لأن عايشين بنسجد بنعبد وبنسمع صوت الملك. صوت الملك بيقول إيه؟ أنت ابني أنت بنتي. سكن نفسك في المكان ده من فضلك في الزمن ده. هو عايز رسالة نبوية، هو ده، ده المكان بتاعك في هذا الزمن. سكن نفسك في معمودية الأردن، سكن نفسك في تواضع الابن، سكن نفسك في صوت الآب اللي خارج ليك، وسكن نفسك في سكيب الروح القدس. هو ده اللي قاله، لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء إذا السماوات قد انفتحت له، رأى روح الله نازلا مثل حمامة آتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سرت. الكنيسة قبل مواجهة الأزمنة الأخيرة بيحصل فيها حاجة اسمها استعلان أبناء الله. استعلان أبناء الله ده جاي من معمودية سكيب خاص بتحصل فيها في الأزمنة الأخيرة. الأبناء دول الأبناء الوارثين، الأبناء الوارثين ده بيحصل ليهم معمودية. إيه المعمودية دي؟ معمودية الروح القدس اللي في أشعياء 11، الحكمة والفهم، المشورة والقوة، المعرفة ومخافة الرب، الروح الملوكي. دي المعمودية اللي بتحصل، ده استعلان أبناء الله اللي جاي، ده اللي حضرتك وإنت وإحنا بنقف فيه وبنسجد قدام الملك. حكمة وفهم، لأن على فهمنا no way، على أليفاز التيماني ما بينفعش. إحنا مجرد بنعمل زي أليهو، بنعبد الرب الصالح فهو إلهي فبينسكب علينا. في حاجة بتحصل، أجواءنا بتتفتح عشان صوت الرب يوصل لنا، ويقول لأيوب اللي فينا مين قال انك هتفهمني؟ اين كنت انا وانا انت وانا بخلق الارض؟ اسالك منطق نفسك كراجل وقف قدامي، انا هسالك، انا لا اسال منك، انا اللي بسالك. والرب يقوم ساكب حضوره على ايوب، ما بيجاوبش على حاجه، ساكب حضوره على ايوب. فايوب قال انا اندم، انا تكلمت بلا فهم. الرب يسكب حكمه وفهم على اولاده، مشوره وقوه، معرفه ومخافه الرب، الروح الملوكي. وأول ما بنسجد في حاجة بيحصل اسمها استعلان الهيوس بتوع أبناء الله. دول أبناء الله الناضجين، استعلان أبناء الله. هو ده اللي جاي، هو ده المكان اللي محتاجين نثبت فيه. بس ننزل المية ونصعد منها، ننزل المية، نسجد في حضوره، نسجد في حضوره. ما فيش راس فينا فوق المية، نسجد في حضوره. لأن ربي يقوم كنيسة مجيدة في هذا الزمن، لا عيب فيها ولا غضن ولا شيء من مثل هذا. ربي يقوم أبناء ناضجين، أبناء ظاهرين، أبناء بيلمعوا باستعلان مجد أبناء الله في هذا الزمن. فمن فضلك تذكر، يسوع اتعمد قبل ما يخدم الشعب في العهد القديم، شعب العهد القديم يعني شعب إسرائيل. الكنيسة اتعمدت قبل ما تخدم إلى أقصى الأرض، والكنيسة في هذا الزمن بتتعمد من أجل حصاد الأزمنة الأخيرة. فتشجع جدا وسكن نفسك في المكان ده، على فهمك لا تعتمد. تعالوا غمضينا ونصلي مع بعض.